الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين تضمن الله ضمنها سجلوها واعلنوا ناموس تايم فرحة من عشاء ما سج منها فرحة من عشاء ما سج منها والتهاري قدموها والغنايم مع الشلفة بالحرزي بالحرزي يذهبوا مع الشلفة نحرز الشلفة بالحرزي يحرز الشلفة سلام يا بالحرزي سلام سلام يا الخوارة سلام المصنفة المرشحة مع الشلفة الفضية الشلفة مع بالحرزي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سلام يا الخوارة سلام محمد بن مبارك بن عبيد إلى زاخر السلام والشلفة الفضية تذهب الى زاخرة ومحمد بن مبارك بن عبيد بالحرز الشامسي والمحلل المميز علي ابو داود الدرعي توجه بالشلفة الفضية الذي انتزعتها الخوارة محمد بن مبارك بالحرز الشامسي راعي الخوارة تستاهل الناموس جاي ناموس انداح حج خير بيطول عمرك ان شاء الله نعم ابو مبارك وش سلالة الخوارة سلالة ابوها مياس وخوارة بالحبروت وامها بنت شاهين سرور بن شوان ويدتها بنت سراب الشيبة نعم ومشاركاتها قبل الليلة ما البكر هذا ما سبقت الموسم هذا الا امس قلت مساير حطينا فارق اخرناها نفس الليله الشوط المحليات انقسم شوطين شوط راح الاربعه اللي قدام والمجموعه اللي تمينا فيها هي فارق تقريبا كيلو بين هذا في سباق المهرجان الوثبه ختام الوثبه نعم والليله انت حاولت وركزت ان هذا الخطا ما يتكرر هذا اقول لك مركاب الوثبه ثلاث ايام استغفر الله اني ما رقدت نعم لانك تشوف ان البكره سبقت وهي ما لها سبب بكره يعني صعب سبقها انا اقول لك نعم جدتها وسلاله البكره عندنا معلومات عنها بس طول عمرك ان شاء الله نعم مش معلومات تذكرنا جدتها خوارة بالحبروت ابوها ولد مياس الشيبه من امها بنت شاهين سرور بن شوان جدتها من صوب امها بنت سراب الشيبه هذه سلاله الليله مروح بذلول سبوق بروحها وكذلك سلاله انت لا يعلى عليها اي بالنهايه ابو بريك ارزاق ولا كلهم اللي مروحين اخوان شمه كلهم عندهم سبق ويستاهلون الناموس لكن لازم اول ثاني انت مروح بنت الخواره جدتها فرس ده رموز الله يجيك الخير ويطول عمرك الله يطول عمرك ان شاء الله الحمد لله الحمد لله الله مالك الحمد اسبق هي ولا جدتها لا والله لا والله للامانه جدتها صفت سيوف على وتر يمكن ما هني بعد وهي ان شاء الله لها مستقبل سيوف ما زالت في مقتبل يعني هي شكلا واداء نسخة طب الله صلى نعم وبنشوفها ان شاء الله في الموسم القادم في اشواط السيوف في الخليج ان شاء الله ان شاء الله في السيوف ان شاء الله ما لها غيرها اشواط السيوف ما لها غير وين بتروح وين بتروح لا يمكن يشترونها كبار الملاك والله شوف ما الواحد ما حد ياخذ الا رزقه لان ذيك الساعه حلها رب قال له باب السيوف الكتار قال له باب السيف لين يرت سيف دور الفلك لين السنه الجايه يلا إن شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله وفوز الخوارة هنا موسى المنتدي وياك يا هدي لكل محب الي وكل مخاوي شمه وهديه لهالامارات جميعا وهل ثمريت خصيصا سلام يا هل ثمريت سلام ثمريت يستاهلون يستاهلون نعم بيض الله وجيههم محافظه في ظفار لسبب واحد هذيلا يا ترى اخذت كاسه بشاير قبل اسبوعين ماخذ كاسه بشاير قال اهدنا السلام نحن محال بيبنا يسمونه مزاين يبنى مركاض اني شليت الكاس قلت والله تم تستاهل لا يستاهل هل ثمريت في سلطنة عمان وبيض الله وجهك شكرا جزيلا الله يوفقك عفوا ابو بركة الله يجزيك الخير ويطول عمرك ان شاء الله